شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار على هذا السؤال الهام. فيما يخص نوعية وجودة الخدمات المطرية، أولا بغيت نقول أن المكتب تعتمد جوج ديال البرامج دولية باش يعمل تقييم ديال الخدمات بطريقة مستمرة. كاين برنامج جودة الخدمة المطرية Airport Service Quality اللي تتشرف عليه المجلس الدولي للمطارات، وأيضا البرنامج الثاني اللي سميته سكاي تراكس لتقييم الفرق مقارنة بمرجعية خاصة استنادا على افتحاص يقوم به مفتحصون خارجيون. بالإضافة إلى ذلك أطلق المكتب الوطني للمطارات من أجل تحقيق أهداف الجودة والإنتاجية والنجاعة عملية لينسي سيغما بمطار محمد الخامس الدولي فيما يخص منظومة استقبال المسافرين الدوليين عند الوصول، وغادي يعممها على باقي المنظومات ثم يوسعها على باقي المطارات. من أجل تحسين جودة الخدمات، المكتب تبذل مجهودات حثيثة لارتقاء بجودة الخدمات إلى أعلى المستويات عبر جملة من التدابير، من أهمها توسيع مواقف السيارات بمختلف المطارات مع ضمان مراقبتها بواسطة الكاميرات المراقبة، تطوير نظام معلوماتي من طرف مكتب سمارت إيربورت يمكنه من رصد الأعطاب التي تتعرض لها المنشآت المطارية باش ناخذوا التدابير الضرورية لمباشرة التدابير اللازمة في الأجل الملائمة، تكليف فاعل مختص في مجال التوجيه والإرشاد، تخصيص ركن للتواصل مع المسافرين على الموقع الإلكتروني للمكتب لاستقبال الشكاوى ديال المسافرين والملاحظات ديالهم، توفير خدمة الاتصال بالشبكة اللاسلكية ويفي مجانا بالمطارات الرئيسية للمملكة إلى آخره. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب وضع على رأس أولوياته إرضاء المسافرين في برنامجه الاستراتيجي إقلاع المخصص للفترة ديال 2021-2025 عبر تقديم خدمات على أعلى مستويات الجودة تستجيب لأعلى المعايير الدولية، وذلك عبر جعل المطارات المغربية فضاءات للعيش تجسد في أعين زائريها المقومات الحضارية ومؤهلات الجهات التي تتواجد بها وتمكينها من لعب دورها كدعامة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياحيين بها. وفي هذا الإطار أطلق المكتب ورشا هاما لرقمنة الخدمات المقدمة للمسافرين وتدبير العمليات المطارية وعصرنة مناهج وآلية التدبير بما يمكن من تجويد الخدمات واستقبال المسافرين في أحسن الظروف. وتبقى المكتب الوطني حريص على الارتقاء بجودة الخدمات إلى أعلى المستويات طبقا لأعلى المعايير الدولية لكي تكون مطاراتنا واجهة مشرقة لبلادنا وعاملا لجذب السياح والمستثمرين على حد سواء. وشكرا.